تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم والمساعدة للمواطن عرفة هاشم من القاهرة، استجابت مؤسسة حياة كريمة ووفرت سيارة أجرة له، بالإضافة إلى توفير شقة سكنية له ولأسرته. وكان الرئيس السيسي قد التقى مع الشاب عرفة أثناء إحدى جولات الرئيس في محافظة القاهرة، حيث كان المواطن يعاني من عدم وجود مصدر رزق دائم له. بالأمس القريب كانت هذه السيارة مجرد حلم بعيد المنال لعرفة، لكن بعد التقاء عرفة بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى جولاته بالقاهرة تحول الحلم إلى حقيقة. ولادك دول؟ آه. ربنا يخليهم لك. أخبارك إيه؟ بتشتغل إيه؟ شغال سواق. سواق إيه؟ شغال على عربية. عربية إيه؟ عربية اللي هي سوزوكي. بتعمل كام؟ بتعمل كام في اليوم؟ ليه؟ 100 جنيه، 120 كده. بتاعتك العربية ولا شغال عليها؟ لا شغال عليها، سواق عليها. مفاجأة لم تكن متوقعة لعرفة، وهي أن يصل إليه فريق حياة كريمة ليفاجئه بتحقيق حلمه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا الحلم الذي كان بالنسبة له بعيد المنال. قابلت حضرته عند متحف الحضاري بعد الكوبري على طول، كنت رايح أكشف على أولادي ولقيت التشريفة راحت موقفاني، وقفوني ونزلت سلمت على حضرته وسلم عليا ورايح فين، قلت له رايح أكشف على أولادي، ورحت عمل موجود في المستشفى ورحت لقيت الناس مستنيين في المستشفى وكشف على أولادي وطمن عليهم وخد رقم تليفوني وصوروني، وده اللي تم معايا ودي كانت أول مقابلة معايا. لا ما كنتش متوقع ان انا اجي اتفاجئ بالعربيه، انا كنت جاي مفاجاه عادي، مقابله عاديه يعني. مشاعر متباينة امتزجت ما بين الدهشة والفرحة والامتنان تراها في أعين عرفة وأسرته بعد أن لبى الرئيس الأب حلم هذه الأسرة. أنا بشكره على كل حاجة هو عاملها معايا وعلى مع أولادي وعلى الكشف برضك مع أولادي، وقف معايا في المستشفى برضك، وعلى دي اللي هو برضك قابلني بيها برضك سيادة الرئيس ديت برضك، أنا يعني مبسوط بيه يعني. إحنا بنحب دايما الحالات اللي بتبقى معافرة، فهو معافر واحنا بنحب الحياه المعافره، فطبيعي كده كنا نستجيب للحاله بسرعه طبعا، ونستجيب طبعا لتوجيه سياده الرئيس بسرعه جدا. ليست المره الاولى التي يقود فيها عرفة سياره، لكن هذه المره هي قياده لسيارته الخاصه التي ستغير حياته الى حياه كريمه، لتبقى وعود الرئيس حقيقه ملموسه يلمسها كل المواطنين اينما كانوا. كريمة في البلد.